B, C, D. Alphabet. The ting goes grrrr. Ah. Skitty-kit, pop, 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 and the poop, poop, grrrr. صباح الخير، صباح البونجور، صافا كلشي بخير مزيان. يعني نسوي اليوم فلوق جديد معنا في ترافل تو ايفران. ان شاء الله دابا حنايا في مدينه الحاجب، كنتوما كيما كتشوفوا المهم الشكل ديالها داير بحال ايفران حتى تقريبا. عندك الديرو اللعيبه مثلتين من الفوق، المهم بلا ناضي جينا مع الدراري. راه البلبال البلبال دابا ندخل عندهم ندخلوا يفطروا. انا جيت دابا نصور لكم اللعيبه، نوريكم مناظر كبيره هنايا. واعي 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 بزاف بزاف بزاف. والبرد عتي راه والله حتى البرد بالله عتي راه. انت شحال لابس لداخل؟ جوج جاكيطات وجلابه وكشكول وقبره بزاف بزاف. احسن عوان الناس اللي ساكنين هنا والله، احسن عوانهم والله. المهم اخوتي غنمشيو نخرجوا نفطروا دابايا، نمشيو ندخلوا نفطروا عند نفطروا عند الدراري ونتلاقاو معاهم. غنمشي نوريكم واحد بواحد 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 ان شاء الله. يلا بيس ليكم. احنا رجعنا لكم لا فامي، معانا واحد السيد هو ايوب. ايوب يعني صافا كلشي بخير مزيان. هي تخلص عندنا الفطور اخي، عقت بيك تخلص عليا الفطور. عقت بيك اخي، الله يحفظك اخي ايوب. نجيو عند واحد الصديق اخر خويا، انه التمساح. انا اخويا ما يغيش معايا هو هذاك. الله يحفظك بالصحه خويا. انتم واش تيقصي اللعيبات؟ مرحبا بكم. ما كاينه جينز اخويا يا اخي، الله يحفظك يا خويا. الله لي فراسك خويا. هاو معنا مدي مدي، راه هو مدي مدي. تكلم شو مدي تيجي ويصوروا سير على الله. يلا بيس ليكم. نمشيو نفطروا نقصوا ونوريكم شنو خديت. خديت واحد القصه نوريكم دابا فطور. بيس ليكم. سو حنا خدينا واحد كافي كريم ضروري، خدينا لو بيتي بان دو شوكولا دو مدي. ها هو المدي. مدي ما كاين داكشي ديال الدار، كاينه بحال لي الباقي. صافا نقصوا اللعيبات هكدا، فهمتي؟ جبنا القص معنا ولكن هادشي فهمتي، هادشي غا تسخينات. ثم ضربوا لي هذا التمساح في الفيديو. حنا ما عندنا ما يدار حتى حنا. مدي حشم. صافا خوتي حنا نقصوا اللعيبات هكدا. اللي جا بسم الله، ما هاد البرد هذا اللي جا بسم الله نيشا. يا بسم الله. صحة واش لا فامي. حنا جينا فواحد البلايصه واعره، واحد الدريجات كاين واحد بحال وادي ورانش كيما كتشوف، كيهبط منو الماء جاي مال فوق مال فوق جاي. المهم نطلعو نوريكم المنظر كي داير الفوق واعر. البرد الله يشعل البرد بالله. ما كيسحب لي انا ما كاينش لباكش نقول نتحدى البرد، ولكن راه بزاف انا بزاف. سوف نخليكم ها انتم كيما كتشوفوا. ها هي اللعيبه اللي قلت لكم، منظر زواون واحد الله. انا نوريكم منظر من الفوق واعر واعر. يلا نطلعوا الفوق ونوريكم كي دايره المنظر. يلا بيس ليكم. سو منظر واعر هنايا والله، هي تا واعر بالله. عرفتي راه شي حاجه سبحان الله، والله سبحان الله.
من مولي تحرك شوية. المهم منطر بيس 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 بسم الله من البعيد من البعيد تلجو في السماء سبحان الله داك الشيء مواجه مواجه او بنادم هنا ملي كيهبط اللعيبة تاكد من الليا حتى ما نشوف او اللعيبة كنت الواد كل الواد 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 ما عشان الواد جاي من الليا مهم جاي من الفوق المهم اخوتي بقيت بلاصه بيس واحد الله المهم اخوتي نتلاقاو هادشي غير في الحاجب باغي غنمشيو لافران اللعيبات غتشوفو معانا شحال من حاجه سو اخوتي بيس ليكم. سو الدراري يلاه عيطو ليا دابا عرفتي راه تعطلت عليهم واحد الله خليتهم تيسيروني خصني نجري عندهم نجري 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 غنزلق النهايه سمحوا لي اخوتي ياك تشوفوا هاد الفيديو هذا سمحوا لي والله والله ضروري خصني نوريو الاصدقاء والحباب نوريهم المناظر هذا ضروري ضروري سو بيس ليكم نتلاقاو في بلاصه اخرى. فما حنا وصلنا دابا في الطريق حنتوما كما كتشوفوا هادشي راه الجو الليله راه بارد واعر تخيلوا معايا الارض الارض متلجه الارض متلجه هانتوما انت سير على الله سير 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 كتشوفوا الشجر تا هو ميا فهمتي منظر واعر والشانطي عرفتي الشانطي هذا تخيلت عرفتي شنو بحال دوك الافلام تيبينوا لك المينياتور دايره بحال هكا والله الا عرفتي شنو جو واعر واعر واعر. المهم الناس اللي باغيين يجيو إفران غير اجيو في هاد الوقيته هادي حيت دابا كيكون الثلج كاين اللي كيتعطلوا ما كيلقاش دابا حنا مازال ما عرفناش إفران واش فيها الثلج ولا حنا كنشوفوا دابا برا كاينين الثلج. المهم حنا غنشوفوا إفران غتشوفوا معنا كلشي ان شاء الله بحول الله سو بيس ليكم خوتي. إفران يا إفران واحد لوطيل يكون مهم معروف ريحة راه بعقلو هذاك اللي راسو بعقلو بعض المرات ها انت شوف باغي طبعا عليه زعما. المهم حنا حدا اوطيل كبير ما سميتو اوطيل كبير. المهم هذا واقع على ما عرفتش واش اشهر اوطيل هنايا ولا لا. المهم ها هو واحد الجو هنايا عرفتي كنشوفو غير في الافلام ولا في المسلسلات ولا تولي تهز 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 اي شي قاصح هادشي قاصح بداية. المهم اخوتي وصلنا بخير وعلى خير عرفتي راه بارد الجو كاين هانيا مكاينش المشكل كلشي على ودكم عرفتي راه بزز باش نخرج يدي كاميرا غنشوف يدي عرفتي راه كتكلاصا كتكلاصا. سو اخوتي غنمشي نوريكم المدينة كي دايرة واللعيبات ونتلاقاو من بعد سو بيس ليكم. الديور هادو كيعجبوني ديك الصغير كان كيعجبني شوف بحال الديور مثلتين تنقول صاب شي نهار سميتو ما شاء الله علاش لا ويلي صوروا هما لي جون لي جون لي جون ميديوكس فينا ميدي اش كدير ميدي اش كدير اخي ما لعبتيش صغرك ولا ها طعي ماد كاس خو الحال اخي هناك بزاف نشوفو يديك 30 درجة 30 درجة نشوفو 30 درجة ويلي با ايوب فين با ايوب كيبان لك اش بان لك فهاد البرد هذا با ايوب اش بان لك تكمشتي يا صاحبي ما كلويتي ما ايه مولف البرد ايوب ما كلوي مولف البرد ايه ودي ودي قالك التحديات قالك نعومو في الثلج والله ما تسمرك بالله انا غنعوم معاك في الثلج اش بان لك اخاي نديرو اخاي نعوم معاك في الثلج اش بان لك اخاي مغيت اش بان لك نديرو شي تحدي انا قال لي يا سي سوبر نعوم معاك في الثلج ما كاين لا سوبر لا والو ندير انا وياك اللعيبات هكذا نجبدو كاع نسكم في نسكم ونطلعوا انا وياك الكاميرا هي تتحكم لينا اخاي مغيت ثاني واخا كاين البرد وشوف فينا مغيت وانت مشيتي لينا مع العيبات الحريم وداك الشيء اش بان لك اخاي شي تحدي ناضي تحداو اخويا تحداو راس ثلاث ساعات هذيك تحداو خارجه بزز اصاحبي البرد اخويا البرد اخاي البرد البرد اخويا خاتم على البرد صور انتم كيما كتشوفوا المناظر العيبات الشقاعات
سال دو كونفيرونس المناظرات اللي ما شفتش ديال لافات ولا التخربيق ما عرفتش ما عرفتش الشيء هذا هو الجو 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 هنايا واحد الشيميكا خارجه من تما واو المهم انا بغي يدير فيهم تقف زعما انا راه كنجي لهادشي ديال الكور اللعيبات المهم ما عرفتش الشيء هذا والله ما عرفتش سو لافامي هذا هو السونتر كيما كتشوفوا اللعيبات هنايا المهم هذا هو السونتر ديال افران حنا باقي غنتحركوا نشوفوا بلايص لا بلايص كاين انا سيدي لا بلايص سو غنديكم واحد البلاصه اللي كلشي كيعرفها واخا اللي ما جاش هنا ما عمرو جا هنايا راه يكون شافها سو نخليكم سو لافامي هذه هي البلاصه هي كلشي كيتصور معاهم اللي هو داك السبع اللي السبع ديال افران هو هذاك راه باش ندخل قدام عباد نصوروه شي كلشي كيبغي يتصور معاه المهم اللي جا افران خصو ضروري يتصور معنا بانه باش يبان باش يبان بانه راه جا افران سي ولا فامي حنا وصلنا لواحد البحيره هنايا الشكل ديالها زوين انا نتوما شوف من اللي ها من اللي راه هي ديك اللعيبه هنايا هنايا غادا 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 وهي كتفرج انا نمشي نوريكم ليا كي دايروا يا ولا فامي هي ديك البحيره شو الشجر كلشي على الشجر اشي افران مع الشجر هي اللي شي هي اللي مزيانه الشجر ودوك الديور صافي هادشي اللي ابارت اللي حنا ما نهضروش على الثلج نهضروا على حيت كون ما كانوش الشجر ما كانوش دوك الديور كما يعطوا هاد المناطق هاد الزوام انتم ضربوا لي على الضايه حتى هي انتم والله الا جمدات بالغلط ها ماشي تما شوفوا فين 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 ها نايت حتى راه جمدات بالبيان بالبيان لو حتى حجره خايم لي لو ها انتم شي واحد اخر عاوتاني هاتي بلا هاتي بلا هاتي ها انتم شوف طبعا هذا هرسها كاع ها انتم شتي حتى لا كتبقى كانت والله جا الرياضه كاينين هنا في افران ما كاينش الموشي سير ابويا مهدي سير سير اخويا انت كدير بحال العيالات اصاحبي داكشي ديال الله يروبيك اصاحبي وسير بيه اصاحبي سير بيه انت والله حتى كاين ماتيريال بالله ديما ديال الرجل وحده ولا ما عرفتش حيدو ليها الرجل ولا البارفيكس غادي يضربها السي عبد المغيث عندك هو يولي حشر من دابا سير اخي عبد المغيث يلا حسن ها انتم سير ها سير الله حسبوا معي واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة داش اثناش فات ثلج هذا 13 ها انتم فات ثلج هذا 14 15 16 17 18 تبارك اخويا معمو شنو يبقى الفيديو كامل بارك خويا البرد اخويا جواد خويا البرد اخويا سير الله نمشيو عند ايوب قلت لي كيفاش عندك شي ناس كيحترموك كيفاش زعمايا خصنا الهضره حتى نوصل لك خصنا الهضره راه انت اللي غادي تجي غنلوحها باش خصنا الهضره انايا فهمتي جابها فيك بدي عندك تفيدي الطريق طيب بس دابا شنو هو ترانسفير ايوا اه 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 واش من لقيت واقع ماكسين راه صرا دم فيها الله قبل البرودة البرودة بصحة سيدي مهدي بصحة الله يحفظك ها هو با مهدي سو حنا رجعنا
حلم اي واحد عمره ما جا للثلج. والله حتى انا اول مره غادي نجي لافلان واول مره غنجي لهاد الدار نحضر الديكور معاكم سبحان الله. شحال مره بغيت زعما نجي وكنقول لا تنبدا ان شاء الله فلوغات واللعيبات على نجي معاه تجيو معايا نتوما ضروري تكونوا معايا حاضرين معايا وتشوفوا الرياكشن ديالي على اول مره غادي تجيو لبلاصه فيها الثلج واللي هي افران. ما عمرش بزاف المهم راه كاين الناس دوك صحاب الكشافه ودوك المهم دوك الجمعيات المهم شحال من حاجه الدراري ديال المدرسه لي جروب فهمتوا المهم كيجي بلان كيشوف على راسو وي المهم وجهك كتشوفو هنايا ناضي ناضي راهم الدراري كيتصوروا الدراري كيتصوروا سو تلاقاو في بلاصه اخرى ان شاء الله بيس ليكم. هذا شي يجي مره يرجع عليهم العقل انتم شوف 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 بنادم راه عرفتيش انه قرب يتزوج وباقي يدير هاد الفعيله هذا شوف راه هو داك مول الخضر ايوبان شوف مهدي شوف مهدي واو مهدي سير الشبكه اخي مهدي سير الشبكه اخي مهدي سير في حالتك سير في حالتك طبع طبعت والله طبعت والله اكسسوار ديال العيالات والليغات والتقاشر لعيبات كلشي ديال الالعاب الدراري الصغار المهم داكشي ديال الاكسسوار ديال العيالات كلشي انا فكرت الشباب المهم اخوتي ديال الطواليت اللي جا كيقلب ماشي اللي جا الافران ماشي قلب على الطواليت هي هذيك حنا قبيله كنقلبوا على المقبيله حنا كنقلبوا المهم لقيناها قلنا غاد العيبات المهم ليها العيالات ليها الرجاله وفقط ب 2 درهم 2 درهم الاغلى على المسكين واش لافامي حنا رجعنا لكم في واحد الساحه هنايا الساحه الناس هادو فقراء الكونيكسيون هما يجي يريحوا هنايا الناس اللي ما عندهمش الكونيكسيون في حالي انايا هما يريحوا هنايا كاين فيها الويفي فيها كلشي هنايا نال هيا جات حدا فندق بصمه افران راه هو وجات حدا فوريستر سيرون تراي المهم الناس اللي ما عندهمش الكونيكسيون ما عليكم بهاد البلاصه هادي تقدر تجيب كاشه وتريح فيها كاع نتايا المهم اخوتي نتلاقاو من بعد الغدا غنمشيو نتجيو دابا نجيو نجبدو الغدا واللعيبه باش نتغداو مع راساتنا نتلاقاو نوريكم شنو هو الغدا ديالنا بيس ليكم Come back to me سو حنا دخلنا لواحد السوق ديال القصان نتوما كيما كتشوفوا الزهره صحاب الديزيرا هما المهم مال الحانوت ها هويا المهم شي واحد ما جابش معاه الماكله ولا شي لعيبه كيدخل هنا كيتغدى اللعيبات تقدر تاخذوا هنايا خضر وتمشي طيبوا عندك كيشويو كاينين صحاب الشوايه لتحت وكاينين صحاب اللي كيطيبوا لتحت وكاين داكشي اونبورتي فهمتي يعني كتعطي لك الديما المهم ها هو دا هو السوق ديال افران كنشوفكم اصحاب الشكلاط كنشوفكم صحاب التشيبس وكنت انت مخصم شوكولي راه هو ضربوا لي على خونا اللي كيبيع اما صحاب الطواجن شنو اما صحاب الدجاج واش حنا رجعنا لكم بطبق عرفتي شنو بزاف بزاف صعيب على التعبير هادشي والله فهاد الجبال هادو فهاد المهم انا بعيد على شويه لا مشلي فين شويه مشلي فين من اللور هنايا
تما يا الزحام فهمتوا حنا جينا هنايا قليل بنادم ماشي ناضي كنادي والله الا الطابلانت والله يخطا والله يخطا من الوالدين والله ما نديرو شي حاجه بالله كاع ماكش كاع نجيب انا هاد الشيء هذا والله تنضرب معايا شي ثلاثه البيضات صافي وغنجي معايا مناظر العيبات اجي صافي ولكن الوالدين الله يخليهم لينا الله يخليك اللي عندهم ما يمشوا الله يخليها ليه واللي مات الله يرحمه ان شاء الله صافي خوتي نقصوا دابا ضروري فينا الجوع 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 نرجعوا لكم احنا طالعين دابا فواحد الجبل فين ما كتعرف كتسمع ديك برا مع الثلج ويلا عرفتي شنو الصبوط كامل ولا كيغطس الثلج شنو مازال هنا سويقات الله نطلعو للفوق ليه اللي كان كيبان ليكم ليه نوصل نتلاقى معكم حنايا وصلنا والله مش ما وصلناش والله ما وصلنا بالله عرفتي شنو باقا دابا ما حدك كطلع في الجبل بعدكم كطلعوا في الجبل وهو غادي كيولي هكذا تيولي واقف يعني الهبطه هي صعيبه شنو تخيلوا معايا الهبطه كي غنهبطوا دابا غتقول لي زالق زالق غاتجيبها في شي حجره يعني راه ما غاتمشي الزر خاصك شي وحده بحال هذه اللي عند ميديا هي وريهم هذه العصايه انتم هذه هي اللي خاص باش تكالي بها شويه تكالي بها شويه المهم ما عرفتش شنو واحد الجو كيدير انا نوريكم بلاتي انتم شوفوا على جوج واو 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 تبارك الله ماشي دابا يقدر يبان لكم قريبه ولكن نعطي في اللايف راه بزاف الله يتا بزاف سبحان الله كاين واحد البلان عرفتي شنو بقات غوت وتخرجوا الطاقه السلبيه لهنا سيدي بدا ايوب بدا انايا سمحوا لي غنزعجكم في هذه اللحظه خصكم حيد اللي عندي لي زياج حيد لي زياج واحد جوج ثلاثه بالراحة والله شكرا تحس بالراحة حالا ضرب شي سميشو كاس ديال العصير في جامع الفنا بارد حالك والله سيرخ ايوب انت تدير ولا لا في خلنا ليا في ايوب ما يديش بالك انت تغوت ماشي باقي ماشي باقي سير ركب عليه وزلقه ركب عليه وزلقه سير وضع المهم اخوتي دابا غنهبطو خصني نخبي التليفون خصني نخبي التليفون حيت غادي مع الزلق والماء استقبل غنمسنا التليفون كنقلبوا عليه في هذا الخلي هذا المهم نهبطوا لتحت ونهضروا بيس ليكم واش لافامي حنا رجعنا لكم في هاد تقولوا لي التزحلق ولا ما عرفت شنو المهم غنتيستيو انا ومهدي حتى يلا جربت وحده راسي مشى ليا صبعي كليت به واحد الحجره المشكل كاين الحجر هنا ماشي الثلج نيشان واحد الجهه فيها الحجر دابا انا ملت ليها فهمتي وانا نقصيها في صبعي المهم غنتيستيو وحده انا ومهدي حيت الا ركبوا عليها جوج كيتشقلوا عليها ما كتقدرش تفانتا فهمتي الا ركب عليها واحد خفيف تقدر تفانتي فهمتوا المهم غنتيستيو انا وغتشوفوا معانا بالله شكرا شوف حاس وين قلت لك واش الناس من الوقت صحابي احنا بسم الله سير سير انا مش ابويا صوتي اي سوالا فامي كما كتشوفوا احنا دوزنا مهير بخير والله عرفتي راه تبدل الروتين في هاد البلاصه هادي اللي زوينه بزاف هانتوما كما كتشوفوا الناس كلشي كيمشيو كيران اللعيبات الطوموبيلات كلشي شي ديماريو حتى شويه دابا فهمتي ماشي بحال الصباح دابا دابا شويه فهمتي كيفاش دابا بنادم كيتحرك في حالاته نيت باش تجيبها مع تخرج من هاد الغابه هادي مع يكون طاح الظلام ديك الساعه سو خوتي كنتمنى الفلوق يعجبهم بزاف 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 وما تنساش لي جديد اللي هبط تعطونا في الفولو تاع الشاشه الحمراء وما تنساش لايك وكومونتير باش تدعمونا كنتمنى لكم نهار يدوز بخير 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 سو بيس so,